هكذا وضع الشاب أمير البايض جدولاً لتنظيم دراسته استعداداً لخوض امتحانات الثانوية العامة التي تقرر إجراؤها في 30 من مايو. أمير كغيره من الطلاب تأثرت دراسته هذا العام بسبب جائحة كورونا، فتعطلت دراسته ولم يستكمل المنهاج ودروسه الخصوصية أيضاً لفترة ما، إلا أنه مرتاح لخطوة إلغاء الوزارة بعض الوحدات الدراسية تخفيفاً على الطلاب. طلعوا قرار أنه 30/5 الامتحانات وبس يعني، أو إذا صار إشي تاني يزودوا الوقت. فأنا قلت يعني ماذا بدل هيك الوقت، ماذا خلص يعني نبدأ دراسة جد وتمام. فراحوا لغوا برضو من المنهج، وهذا يعني تقريبا سهل علي لأنه في أشياء كتير يعني تقريبا أكتر من وحدة وحدتين راحت علي أو هتروح علي إذا أجت في الامتحان، ومش هقدر أدرسها لأنه فيش وقت كتير كمان. عائلة أمير وتحديداً والدته تتابع ابنها وتراقب حالته النفسية في فترة الحجر المنزلي وشعوره بالملل وحاجته للخروج من المنزل للترفيه، إلا أنها تخشى فيروس كورونا وتخشى من إجراء الامتحانات وتجمع الطلاب في صف واحد. مش هسامح نفسي أنا ولا هسامح وزارة التربية والتعليم إذا حصل لابني حاجة في خلال اللجنة ديت، علشان أصلاً ممنوع إن حد حتى يطلع، حتى لو إيش ما عملوا تعقيم ومش تعقيم برضو في رعب، إيش ما عملوا إجراءات وقاية برضو في، أنا مش مرتاحة من جوي من داخلي إن في لجنة وفي ناس وأكيد هتعامل مع أصحابه، أكيد هخش لجنة هيتقابل مع أصحابه، حتى لو كان بين الواحد والتاني متر برضو في تخوف. وزارة التربية والتعليم التي سارعت بإنشاء مواقع للتعليم عن بعد وإنشاء صفوف افتراضية لطلبة الثانوية العامة تؤكد أنها وضعت خطة لإجراء الامتحانات بشكل آمن. هناك خطة تتمثل من عدة محاور. المحور الأول هو اتخذنا قرارا بفقط وجود 15 طالب في الفصل الواحد، توسيع عدد القاعات ليصل إلى أكثر من 2300 قاعة، أيضا زيادة عدد العاملين في الثانوية العامة ليصل إلى ما يزيد عن 6,000 أو 7,000 عامل في الثانوية العامة. أيضا هناك إجراءات في تعقيم الورق وصناديق الإجابات وصناديق الأسئلة. هو عام دراسي استثنائي ألغيت فيه الامتحانات النهائية لكل المراحل التعليمية، على أن يتم ترفيع الطلبة تلقائيا بحساب متوسط الدرجات في الفصل الأول. أما الثانوية العامة فلها ظروفها الخاصة. هذه المدارس المغلقة ستفتح أبوابها أمام طلبة الثانوية العامة لإجراء الامتحانات نهاية الشهر الجاري، على أن يتم تقليل عدد الطلبة في الصف الواحد وزيادة المسافة بين كل طالب وآخر، على أمل أن تتم بسلام. وسام ياسين، الحرة، غزة.